نقاط أرينود صح؟ أنا عين أنا عنود واليوم الفيديو راح يكون جادر على اليوتيوب جايز كتير كتير متحمسة وكتير مبسوطة من قلبي يس أوكي هيو طلعوا شوفوا جماله الله على السمو مفتوح على رغبتها أنا عنود يس أنا كتير متحمسة وكتير مبسوطة وكمان بمناسبة إنه إجانا الدرع 100,000 على قناتنا اوكي بحب اقول لكم شكرا كثير 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 من قلبي لولاكم انت كان اليوم ما اجى درع اليوتيوب صح انا كثير متحمسه ومتوتره المهم انه بحبكم كثير من قلبي واحنا اليوم وصلنا ل 100,000 مشترك على اليوتيوب وكمان اكثر وان شاء الله بكره بتكبر عائلتنا اكثر واكثر وبنوصل مليون يس درع المليون شو كمان جد جايز كثير كثير شكرا لكم من سببكم احنا وصلنا لهي المرحله لهاي المرحلة وصلنا ان شاء الله كل درع بيجي نحتفل معاكم بتزيد عائلتنا اكثر واكثر بالضبط وكمان حبينا انا وعنود نحتفل بطريقه كثير حلوه جبنا بالين ب 100,000 يس 100,000 يس وكمان حبينا نعمل كيكه مكتوب عليها يوتيوب 100,000 ارينود يس انا كثير مبسوطه والحمد لله عن جد كثير مبسوطه حلو انه الواحد بعد ما يتعب حدا يجي ويقدر تعبه كهديه من اليوتيوب انا كثير بحب اشكر اليوتيوب كمان واشكركم انتم اول ناس انتم السبب لحتى اليوم يكون عندنا درع يوتيوب انا بحبكم كثير كثير من قلبي انا كثير كثير بحبكم صراحه فيش كلام نقوله انه كثير بنحبكم يس اليوم شو اكثر كلمتين رح نحكيهم بنحبكم شكرا كثير لكم وشكرا انكم وصلتوا صاروا ثلاث كلمات عن خلاص اللي هو اوكي هلا قبل ما نفتح درع اليوتيوب لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب تضغطوا على الجرس اللي تحت حصلكم كل شيء اذا بتحبوا تتابعونا على الانستغرام تيك توك وبس هيك هلا خلينا نبلش بالفيديو ليتس جو تمام هلا رح نفتح درع اليوتيوب انا كثير متحمسه وكثير مبسوطه اوكي هذا هو الدرع اسمع ايه والله ما تخاف مين رح يفتح انا هون الناحيه انت هون اوكي تمام انا رح افتح الناحيه الثانيه تحسي انه كيكه في كمان الزائق هون تمام لازم نفتحها من هون حبيب قلبي وشك وشك فتحت؟ فتحت اوكي فتح سلمي من هيك هتمسك لك اياها امسكي هيك انا يلا واحد 1 2 3 السفنج جاي انا كثير كنت بدي اياها يا جماعه هذا هو درع اليوتيوب عم بمزح اوكي هون في ورقه اوكي هاي الورقة اليوتيوب عم يشكرنا حتى وصلنا ل 100,000 وكمان عم بيقول لنا انه هو ايش بقول لنا؟ بيشكرنا على الانجاز اللي حتى وصلنا ل 100,000 اوكي بس هيك هاي الورقة هي المكتوبة هلا رح اوريكم اياها عن قريب بس الحماس الاكثر هو هون وكرت كرت اليوتيوب اوكي يا زلمة يلا استني استني والله لا امسكي يلا طولي انا؟ طولي تمام واو كثير حلو الله شوف حالنا فيه شوف كثير حلو ارينود جايز 100,000 سبسكرايب بفي اوكي جايز هذا هو اي سو كيوت كثير حلو من هون في مرايه اشاره اليوتيوب اللوجو تبعهم يعني فكثير حلو لونه هذا هو فضي او فضي او سكن يس هو لون فضي طبعا من وراء الى تعليق رح نعلقه انا وعنود بس منظره كثير حلو كثير 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 مبسوطه انا فيه حبيتي عنود كثير اوكي هذا هو درع اليوتيوب انا وعنود حابين نعلقه بغرفتنا صح لانه بطلع هناك منظره احلى لانه في مكان للكاميرا كمان يس اوكي في مكان احنا بنحط فيه قلبه دائما للكاميرا تمام بجنبه في شيء هذا الشيء نلقيمه بنحط بداله الدرع يس انا درع اهم درع اهم علي هتنايمه جنبها هو من اول ما وصل انا بنايمه جنبي اوكي هلا رح نروح نعلقه مع بعض انا وياكم بس اول اشي رح نحتفل وكمان رح نوريكم الكيك على القريب لحتى تشوفوها كيف عملناها انا وعنود هي اجتنا جاهزه طبعا اوكي بس هيك هلا رح نقوم لحتى نحتفل بدرع اليوتيوب 100,000 مشترك اوكي جايز هاي هي الكيك اللي نقيناها انا وعنود مكتوب عليها يوتيوب 100,000 ارينود طلع قدها حلوه وكثير كيوت سو كيوت وكمان هون عندنا الدرع انا طبعا مبينه من المراي وكمان حبينا نحط هدول الشمعات طلعوا زي لون اليوتيوب اسود وابيض واحمر وبس وهون كمان عندنا بقلاوه بس هيك وهاي هي الطاوله
نشوف نقطع الكيك نقطع الكيك اوكي يلا عنود انت قطع الكيك لا ما ضبط يلا ترتشني 1 2 3 استني استني 1 2 3 سو كيوت اهو طعمها لذيذ طبعا كيكة اليوتيوب بيكون طعمها مختلف يسا اوكي هلا رح ناكل انا وعنود قلت لي حالك كنت رح احلق حالها جد صراحة عبتني كريمة عام انت بخير ان شاء الله نصل يا جايز مساوفكم نصل المليونير يلا سأل انا رح تعمل هيك كلها كريمة ما أحب الكريمة واو طعمها كتير زاكي عن جد كتير طيبة رح أخذ كمان لقمة كمان شوكولات الشوكولاتة لذيزة تمام هلا رح نقوم أنا وعنود لحتى نعلق الدرع أوكي جايز وهلا أنا علينا نعلقه أو بالأحرى أنا أعلقه يعني أوكي نشيل هاد أكتر مكان حابين نحطه فيه هو غرفتنا أكتر مكان مناسب شفتوا بس كيف رمتها؟ يا إلي صلى عادي يلا حط الدرع لنشوف نعلق المز نعلق الدرع حطي مظبوط عنود ديري بالك اوكي شكرا اني انا كثير قصيره يا جماعه بس بالضبط شكرا كثير لك لا فهمت قلبي شكرا يا قصيره حتنزقك اوكي هاي حطيناه هون وهون الكاميرا صح بس هيك وهون بكون تعلق اليوتيوب مصر كتير حلو صح اوكي جايز هلا من هون بكون مبين شو ما احلى كتير حلو لابق مع شكل الغرفه عن جد كتير حلو لابق مع الغرفه تمام لهون بكون وصلنا لنهايه الفيديو وكمان رح اقول لكم شكرا كتير من قلبي وان شاء الله بكره بتكبر عائلتنا اكثر واكثر وكمان احلى شيء انه صار اجانا درع برمضان يا صح كتير 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 انبسطت انه كمان اجانا برمضان هذا شيء كتير حلو وكمان بس هيك بحبكم كتير بتمنى اني عجبكم هذا الفيديو واذا حبيتوا لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب تضغطوا على السم اللي تحت حصلكم كل جديد واذا بتحبوا تتابعونا على انستغرام تيك توك وبس هيك بحبكم كتير سنوديات جديده لقاءات جديده عقبات جديده باي باي